يا اهلا وسهلا بحضراتكم في السادسه. قبل بس ما ندخل في تفاصيل اخبارنا وهنتابع، انا عارف ان الناس كلها النهارده عايز تعرف وتطمن على اخبار الفرقه واستعداداتها لماتش الجونه، هندخل في كل ده. بس امبارح الحقيقه، وانا الحقيقه هبتدي بكلام على شرط الكابتن. شرط الكابتن دي مش مجرد بادج كده بيتحط على كتف اللعيب عشان يتعرف انه ده كابتن الفريق، او عشان يتصور قدام كاميرات التلفزيون، او عشان لما يبقى فيه مشكله يروح اللعيب ده عشان يتكلم مع الحكم باسم الفريق، او حتى عشان يعمل التوس ويختار الكره ولا الملعب. شرط الكابتن الحقيقه مسؤوليه كبيره جدا، بالذات لما تبقى في نادي كبير بحجم النادي الاهلي، واعتقد انها بتحط على كتف حامل الشاره دي مسؤوليه كبيره جدا. ومن المفترض الحقيقه انه التركيبه والشخصيه تسمح لهذا الشخص او لهذا اللاعب انه يكون قائد فريق، وانا بتكلم هنا على فريق بحجم النادي الاهلي، وحضراتكم عارفين يعني ايه النادي الاهلي. لكن الحقيقه انا صدمت، على الرغم من انه احنا اتكلمنا في الايام الاخيره وتحديدا من بعد لقاء القمه 120 مع الزمالك على الحمله الممنهجه اللي بتمارس ضد النادي الاهلي، واللي كان في اغلبها الحقيقه جاي من اصوات ليها انتماءات او ليها اهواء او ليها مصالح في عرقلة مسيرة النادي الأهلي، لكن كان من الصعب أنك تفهم أنه ممكن يكون جزء من الحملة دي من جوه، من ولاد النادي الأهلي، من ناس في يوم من الأيام كانت بتنتمي للنادي الأهلي وكان في منهم بيحمل شارة كابتن النادي الأهلي. الحقيقة يمكن احنا فوجئنا بتصريحات كابتن شريف إكرامي اللي اتكلم فيها امبارح عن أكثر من نقطة، وأعتقد أنه ده استمرار حتى يعني لو حضراتكم تفتكروا من أول السنة حتى مع البيان اللي طلع من غير ما يرجع فيه لحد ومن غير ما يتكلم فيه مع حد وأصدر هذا البيان. امبارح كان ليه أكتر من تصريح الحقيقة في غاية الغرابة، ومحتاجين الحقيقة أن احنا نرد، مش بهدف الرد بس، لكن بهدف توضيح وتصحيح عدد كبير جدا من النقاط اللي يمكن تكون غايبة عليه أو ممكن يكون اختلط عليه الأمر. هي فعلا يا احمد، يعني من الواضح ان كابتن شريف اكرامي حب يشارك في الحمله الممنهجه ضد النادي الاهلي اللي خيره عليه. كابتن شريف خرج امبارح استمر في كلامه ولينا طبعا تعقيب، خرج في التوقيت ده بعد أحداث ماتش القمة عشان يتنصل من المشاركة في انتقال رمضان صبحي لبيراميدز. لكن خليك واثق يا كابتن إن جمهور الأهلي ذكي ومحدش يقدر يضحك عليه بكلمتين، لأن الناس خلاص عرفت الحقيقة. في الحقيقة خمس نقط حابين نتكلم فيها، لو هنبدأ إنه يعني إحنا تحديدا هم خمس نقاط أثرهم كابتن شريف، إحنا محتاجين نوضح لجماهير النادي الأهلي حقيقة هذه النقاط. الحقيقة بداية كابتن شريف كان بيتكلم وقال انه كان رافض لاستمرار رمضان صبحي، رغم انه هو شخصيا والإدارة بتاعت النادي وجمهور النادي الأهلي عارف انه رمضان مهم جدا بالنسبة لفرقة النادي الأهلي في التوقيت الحالي. ومع كامل الاحترام والتقدير لرأيك الشخصي، أنا مش بتكلم هنا على لعيب في النادي الأهلي، أنا بتكلم على كابتن الفريق. أنت كنت كابتن الفريق في يوم من الأيام. الكلام ده حضرتك تقوله لما تكون بتلعب في نادي تاني ويكون رمضان لعيب في النادي الاهلي، من حقك تقول انه انت رافض انه رمضان يكمل، او انت شايف انه مصلحته ممكن تكون في مكان تاني، او الكلام ده يتقال لما يكون مالكش علاقه بالوسط الرياضي وتكون علاقه النسب اللي موجوده بينكم بس هي الحكم والفيصل في تعبيرك عن ارائك ووجهه نظرك. لكن لما تكون كابتن النادي الاهلي، لما تكون كابتن النادي الاهلي عليك تماما انك انت تحافظ على مصلحه الفريق وتشوف حتى وإن كان ده في تعارض مع وجهة نظرك الشخصية. أعتقد أنه مسؤوليتك ككابتن فريق نادي الأهلي وكواحد من أبناء النادي الأهلي أنك أنت تغلب مصلحة الفريق بتاعك ومصلحة النادي اللي أنت بتنتمي ليه على مصلحة أي حد تاني، حتى لو كان في علاقة نسب، لأنه في النهاية علاقة نسب دي كامل التقدير والاحترام، لكن دي مكانها البيت مش مكانها النادي الأهلي. النقطة التانية كمان يا كابتن، لما تقول انه فيها ايه لما رمضان صبحي ينتقل للزمالك ولا البيراميدز، لا هو فيها كتير لما حضرتك تبقى كنت كابتن النادي الاهلي وبتتكلم في انه عادي ومش مراعي اي مشاعر لجمهور النادي الاهلي ولا عامل له اي اعتبار. الجمهور اللي ياما وقف في ظهرك وياما سندك وياما وقف جنبك، انه بعد كل ده وانت متربي في النادي الاهلي تقول انه فيها ايه لو ينتقل لاي نادي تاني سواء كان بيراميدز ولا زمالك. الجمهور ده انت عارف هو قد ايه بيحزن لما اي لاعب من النادي الاهلي وهو واقف في ظهره والكيان والانتماء، يعني بيحزن جدا لما ينتقل لاي نادي تاني. ومع ذلك التصريح يعني
طبعا يعني احنا مش ضد انه اي لعيب في الدنيا يدور على مصلحته، حتى ولو كانت مصلحته دي في الانتقال لفريق منافس، لكن في نفس التوقيت لابد ان احنا دايما نراعي مشاعر الجماهير، لانه شئنا ام ابينا في نوع من انواع الحساسيه الموجوده المفرطه تجاه انتقال اي لاعب من الزمالك للاهلي والعكس الصحيح. فلما يطلع الكلام ده على لسان واحد من ابناء النادي الاهلي اعتقد انه لا يصح ولا يجوز، لانه احنا بنراه في تقديرنا وتقييمنا تجاوز في حق جمهور النادي الاهلي. الجزء المهم الحقيقه، ودي نقطه برضو يمكن في نفس السياق، حضرتك كنت بتقول انك انت كنت على درايه بانتقال عبد الله السعيد للزمالك، لكن رفضت تبلغ المسؤولين. من وجهه نظرك انه مش شغلك او مش من موضوعك، على الرغم من انه من المفترض يعني اذا كان في اي شيء ممكن ياثر على مسيره فرقه، من المفترض انك انت واحد من كباتنها، انك انت تكون اكتر حد حريص على تلافي المشكله دي. احنا مش ضد انه عبد الله ينتقل لاي فريق كائنا من كان، لكن احنا ضد ان حضرتك تبقى عندك معلومه ممكن تاثر سلبا على مشوار فرقتك اللي انت الكابتن بتاعها وتظل محتفظ بها بدون الاعلان عنها. انا مش بقول لحضرتك روح قول للاداره النادي او روح قول للجهاز الفني ده عبد الله ماشي عشان تضر مصلحه عبد الله وعشان تمنع تعاقد عبد الله مع نادي تاني، لانه الاهلي ما بيشتريش حد باعه، ده مبدا واضح وصريح، وعندنا نجوم كتيره جدا في يوم من الايام تخلوا والاهلي تخلى ورجعوا ندموا مره تانية. فالفكره مش انك انت توقف انتقال عبد الله بقد ما تحذر فرقتك والقائمين على الفريق بتاعك من انه في مشكله ممكن تقابل مشوار الفريق وعلينا ان احنا نكون مستعدين ليها. انا اعتقد ان دي واحده من اهم مسؤولياتك كواحد من كباتن الفريق. النقطه الاخطر بقى يا احمد لما كابتن شريف يقول انه بيرفض نسبه الخصم في العقود بتاعه خساره سان داونز. دي كان اعتقد يعني بعد الخساره في بطوله افريقيا يا ساره، كانت اداره النادي الاهلي فرضت 10% خصم من نسب عقود اللعيبه، لانه حضراتكم عارفين ظروف الخساره اللي طلع بيها النادي الاهلي من بطوله افريقيا، وكانت الحقيقه مؤلمه وده تصرف طبيعي جدا ومن حق اي اداره النادي. لكن اللي ما ذكروش كابتن شريف انه كابتن خطيب اجتمع بالفرقه بعد الموضوع ده على طول، وعمل مع اللائحه اللي موجوده لائحه سميت في هذا التوقيت باللائحه التحفيزيه، معناها ان كل ما الفرقه تتقدم في مشوارها او تكسب بطوله هيبقى فيه يعني منح او مكافآت اضافيه، واعتقد ده في حد ذاته تعويض مجزي عن نسبه ال 10% اللي تم خصمها من العقود. وبالاضافه لده كمان كان في وعد من كابتن سيد عبد الحفيظ انه في السنه ده في الموسم ده لو الاهلي فاز بكاس مصر هيتم الغاء عقوبه الخصم ال 10% من بتاعت ماتش سان داونز ويتم تعويضها في مكافآت الكاس. لكن طبعا الاهلي في السيزون ده خسر الكاس اعتقد على ايد بيراميدز وبالتالي ما رجعتش ال 10%. لكن انك تذكر جزء وتسيب الكل اعتقد ده أنا آسف في اللفظ عدم أمانة في نقل الصورة بشكل كامل للجمهور. الحقيقة التصريحات دي ما كانتش اللي جمهور النادي الأهلي مستنيها من حد زي كابتن شريف إكرامي واحد من كباتن النادي الأهلي قبل كده. الجمهور كان حزين لما سمع الكلام ده، لما خصوصا لما يبقى على دراية أو ما عندوش مشكلة إنه لاعب مهم في الأهلي ينتقل لأي نادي تاني زمالك إن كان أو بيراميدز. تسمحي لي أرجع نسبة ال 10% دي برضو، لأنه في سياق الكلام اللي اتكلم فيه كابتن شريف إكرامي كان بيقول انه كابتن سيد عبد الحفيظ كلمه هو شخصيا وهو قام بابلاغ اللعيبه، وده غير حقيقه على الاطلاق، او طلب منه انه يوصل المعلومه لباقي اللاعبين باقي الفرقه يعني، لكن الحقيقه ده كان امر غير صحيح على الاطلاق. طبيعه الامور في النادي الاهلي انه مدير الكوره لما بيجي يتكلم مع لعيبه الفريق بيتكلم مع اللعيبه الكبار الاول، بعد كده بيفهم اللعيبه الاقدم اللعيبه الكباتن بتاعه الفرقه ايه الاجراء اللي هيتم، وبعد كده بيتكلم مع بقيه اللاعبين، لكن هو لم يطلب منك على الاطلاق انك انت تبلغ اللعيبه. كمان في نقطه فيما يتعلق باللوائح، بما انه الشيء بالشيء يذكر، يعني ما قالش فعلا يا كابتن يا احمد ان عقودهم ما بيبقاش فيها نسبه المشاركه اللعيبه الكبيره خصوصا، يعني ده تقديرا ليهم انه انت لعبت ما لعبتش قعد احتياطي مش قعد احتياطي انت بتقبض كامل، انت عقدك زي ما هو بتاخد فلوسك زي ما هي. طب ليه ده اتذكر وليه ما ده ما اتقالش؟
يعني ليه ما تقالش قد ايه النادي الاهلي مقدر اللعيبه الكبيره دي. ودايما يا احمد برجع لنقطه الجمهور دي ليه؟ لانه بجد يعني عيب قوي لما خلاص جمهور النادي الاهلي تعب، مش كل شويه حد هيطلع، حد من كبار اللعيبه يطلع يبين انه خلاص ما فيش انتماء. والتوقيت نفسه غريب جدا، ان هو طالع في الوقت ده وبعد مباراه القمه وبعد ازمه رمضان صبحي طالع يقول الكلام ده، وكانه انا اسف الكلمه بايع جمهور الاهلي. هو الحقيقه بصرف النظر عن، انا مش عايز اتكلم في حته انه كابتن شريف، مع انه ده يمكن واضح بشكل كبير، يعني اعتقد انه الايام بتكشف انه كابتن شريف اكرامي كان ليه دور في سواء بشكل مباشر او غير مباشر في انتقال رمضان، لكن في النهايه هي الغلطه غلطه رمضان، او هو ممكن رمضان يشوفها من وجهه نظر انه ما غلطش. لكن على كل الاحوال حتى لو شريف كان ليه محاولات لتدفع كابتن رمضان صبحي ان هو يوقع على بيراميدز، ففي النهايه القرار قرار رمضان، واللي هيحاسب على الفاتوره رمضان صبحي مش حد تاني. لكن انا الاهم بالنسبه لي هي فكره التحول. يعني انا بتبقى مؤلمه جدا بالنسبه لي انه الناس طول ما هي موجوده داخل الكيان تبقى بتعبر عن حبها وبتعبر عن انتمائها وبتعبر عن تقديرها للجماهير، وبتتكلم على ان هم طول الوقت وفي كل وقت وفي كل لحظه تحت امر النادي الاهلي. ومجرد ما بتنتهي العلاقه، وخدوا بال حضراتكم انا هي بكلم جمهور النادي الاهلي، انه علاقه الاهلي بشريف اكرامي انتهت بناء على رغبه اللاعب وليس رغبه النادي الاهلي. فلما تنتهي العلاقه يبقى التحول بهذا الشكل، انها تحول من موقف لموقف ب 180 درجه، اعتقد ده صعب جدا وغير مقبول على الاقل من وجهه نظر. انا مش بكلم بلسان اداره النادي، انا بكلم جمهور النادي الاهلي، بكلم جماهير النادي الاهلي العاشقه ليه واللي بتتابع اخباره، واللي في الفتره اللي فاتت كان في عدد كبير جدا من الاخبار اللي للاسف الشديد ضايقت الجمهور بشكل من الاشكال. فمهم جدا، عشان في ناس بتحاول تزود الطين بقله زي ما بيقولوا، مهم جدا انه الامور تبقى واضحه للجماهير، مهم جدا ان كل معلومه بتتقال في هذا التوقيت يبقى في توضيح وتصحيح ليها، عشان تبقى الامور قدام الجمهور واضحه ويبقى عنده قدرة على اتخاذ قرار أو قدرة على تأييد شيء أو رفض شيء من عدمه. فدي الصورة كاملة بالنسبة لكل ما ذكر على لسان كابتن شريف إكرامي بالأمس في واحدة من مداخلاته، وأعتقد أنه ده رد صريح يوضح الأمور ويحط كل حاجة في نصابها الصحيح. مكملين طبعا.